لسه مكملين مع النجمين الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود ابو الدهب. كابتن ابو الدهب، النهارده المصري كان يستحق، كان ممكن فنيا يتعادل مع الزمالك؟ على الاقل يستحق التعادل يا اسلام. ده علشان هو يعني اتجامل تحكيميا؟ يعني اتظلم تحكيميا؟ انا اسف يا حبيب، ماشي اتظلم تحكيميا، لا كان في غلطه كبيره. انا بتكلم فنيا. لا فنيا الشوط الثاني، انتوا ناس بتوع كوره. لا الشوط الثاني ما كانش يطلع محمد عنتر. طيب يبقى الراجل اخطا. كان في اول ماشي اخطا يا اسلام، بس في جزء تحكيمي اثر على النادي المصري. ما انت بتتكلم فنيا، لا فنيا ما كانش ينزل. كابتن ابو الدهب انا بتكلم فنيا. لا فنيا تراجع، في فرص ضاعت في الشوط الثاني من المصري. لا لا, لا. طيب يبقى هو ما اتجاملش يعني ما اتظلمش تحكيميا، يعني مش تحكيم بس يا اسلام. ماشي الفاول بس. لا سيبك يا اسلام، انا كلاعب، انا كلاعب طريقه اللعب. لا الشوط الثاني الزمالك بوجود التغيير اللي حصل بتاع شيكابالا دي ادى ثقه للعيبه، ادى امل للعيبه ان هي تتعادل. طبعا تراجع اي فرقه في مصر، حتى الاهلي لما كان كسبان ثلاثه وتراجع دخل فيه هدفين وبعد كده جاب الرابع وجاب الخامس لو تفتكر. فالاهلي ذات نفسه لما بيجيب جوان فممكن يقول لك كفايه كده ان انا امن بقى، فهو النادي المصري حقق الهدف فجاب الجون. فقال لك ارجع بقى ايه يعني. بدري قوي يا كابتن رضا، معلش يعني انت لو بدري قوي عين الشعباني. لا هقول لك بدري قوي، اللي هي انت بتقول من الدقيقه 33 لغايه الدقيقه 47 ودى دقيقتين وقت ضايع يا كابتن رضا، ما كانش فيه خطوره للزمالك يا اسلام. خلي بالك اكلمك على الشوط الثاني بقى. النادي الشوط الثاني الجماهير مع تغيير شيكابالا مع الثقه اللي اللعيبه بدات تكتسبها بقى في شراب، بقى في شكل. انت انا بقول لك من افضل ماتشات الزمالك من يوم ما فريرا ده جه، الماتش بتاع النهارده الشوط الثاني بالذات. ليه؟ لانك انت ايجابي قوي على الجول. ليه؟ كره زيزو، كره شيكابالا، والشوط الثاني بعد الهدف سعيد. والله يا كابتن رضا هو كان بيحاول وبيروح لغايه قبل الهدف. اقسم بالله انا قلت الزمالك هيتعادل وهيجيب جول. لغايه قبل يعني الهدف خلي بالك، قبل الهدف الكورتين بتاع عمر السعيد دولت كانوا نتاج على الفاول اللي جه واتحسب على ال 18 بتاع احمد فتوح. دلت لان الكره طلعت كورنر، بعديها اترفعت عمر السعيد حطها راحت الناحيه الثانيه، عمر دخلت الفرقه في الجيم مع الفاول اللي هو بتاع امام عاشور، وجيت هدف التعادل ادى احقيه لعيبه نادي الزمالك ان هم الماتش بقى بتاعهم. طبعا مع بقى التغييرات بتاعه معين الشعباني اللي هي اثرت بالسلب على اداء ما خلوش بقى. يمكن كان الاول بيعدي نص ملعب عنتر بيرفع الكوره بيعدي بياخد فاول للراجل اللي هو عنتر كان عامل ماتش كويس جدا. انا استغربت، احنا استغربنا المخرج يعني انا الوحيد اللي بيمسك كوره. يعني اتفرجت انا على الماتش اهو، ما كنتش في العربيه ليه في الحاله دي انا اتفرج. لا ممكن يكون سمعت الراجل قال لك كان عامل ماتش كبير.